تحول الآن إلى بغداد ومراسلنا تحسين طه. أهلا بك مجددا تحسين، كيف تبدو الصورة في هذه اللحظة؟ أهلا يحيى، فعلا يعني الآن خلية الإعلام الأمني قامت بإصدار بيان يؤكد وقوع 3 صواريخ من نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء وتحديدا في محيط مبنى مجلس النواب، وطبعا أحد الصواريخ سقط قرب دار الضيافة، أما القذيفة الثالثة فقد سقطت في ما يعرف بسيطرة القدس. هذه الصواريخ الثلاثة التي سقطت في نقاط متقاربة قرب مجلس النواب أدت بحسب خلية الإعلام الأمني إلى إصابة ضابط و 3 عناصر من المراتب جنود بجروح مختلفة ومتفاوتة. وكذلك أكدت الخلية بأن هذه الصواريخ تسببت بأضرار بعدد من العجلات وأحد المباني القريبة من موقع سقوط أحد الصواريخ. أيضا لدينا مصدر أمني يؤكد بأن أحد الأضرار التي لحقت نتيجة القصف الصاروخي بإحدى عجلات حماية أحد النواب المشاركين في جلسة مجلس النواب، كون الصاروخ قد سقط بالقرب من المراب الخاص بمبنى مجلس النواب. إذن خلية الإعلام الأمني تؤكد وقوع الصواريخ الثلاث، ويعني هذا يعتبر أيضا تصعيد خطير جدا، وهنالك أيضا خوف وخشية من سقوط صواريخ أخرى على المنطقة الخضراء. رغم ذلك لم يتأكد رفع الجلسة الخاصة بانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وتجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. تحسين، يعني ما الذي يريده المتظاهرون تحديدا في هذه اللحظات؟ المتظاهرون يعني منذ أمس وهم يحشدون إلى شعارات تكاد تكون متشابهة ومتكررة باحتجاجات تشرين في عام 2019، وكذلك مطالب والتظاهرات الأخيرة التي كانت اعتصام مفتوح داخل مجلس النواب العراقي بضرورة إنهاء نظام المحاصصة والتوافقية، وضرورة أن يكون هنالك إنهاء لمشاركة الطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 2003 ولغاية الآن. هم يريدون أيضا يدعمون مطالب حل مجلس النواب وإعادة إجراء انتخابات نيابية بإشراف الحكومة الحالية ومفوضية الانتخابات، علها يعني تكون نقطة تحول أو تغيير للواقع، كون ليس هنالك مشاركة كانت كبيرة في الانتخابات السابقة، كانت المشاركة يعني مقتصرة على ما يقارب من 40% أو أقل من العدد الذي يسمح له بالمشاركة والإدلاء بالأصوات. وبالتالي هنالك من يرى بأن عودة الانتخابات أو إعادة إجراء انتخابات سوف يشهد مشاركة واسعة، سيما من جمهور الحراك الشعبي الذي كان له أول تجربة في عام 2019 عندما ساهم بشكل كبير في وصول ما يقارب من 40 نائب مستقل، فضلا عن أكثر من حركة ناشئة أيضا حازت على ما يقارب من 30 مقعد. إذن تقريبا 70 مقعد ساهمت قوى تشرين وحركة الاحتجاجات الشعبية في وصولها إلى قبة مجلس النواب، رغم أنها لم تكن موحدة وأنها لم تشارك بقوة في الانتخابات. وبالتالي هنالك من يرى بأن عودة الانتخابات في هذه المرحلة سوف تطيح بالقوى السياسية بشكل كبير، وسوف تضعف من حظوظ هذه القوى السياسية التقليدية التي الآن هي ذهب باتجاه تشكيل الحكومة التوافقية من جديد، وهذا ما يغضب حقيقة الأوساط الشعبية التي ترى بأن ما الجدوى عندما ذهبت إلى انتخابات مبكرة وأعطت آلاف الضحايا بين قتيل وجريح في ذلك الفترة. وبالتالي هم يرفعون ذات الشعارات يحيى ويطالبون بأن يكون هنالك نهاية لمرحلة التوافقية والمحاصصة.